وسهلا فيكم طلاب الصف السادس الرائعين، كيف حالكم يا مس؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وتكون همتكم عالية لاختبارات الشهر الأول. وزي ما عودتكم جو أكاديمي تكون معكم طول الفصل، ما بتنساكم كمان بوقت اختباراتكم. واليوم رح نراجع المادة المطلوبة منكم خلال اختبار الشهر الأول للغة العربية. طبعا احنا دائما بنراجع يا مس بتدريج القواعد، صح؟ بنراجع بالأساليب والتراكيب اللغوية، وبنراجع أيضا بالكتابة. وأخذته خلال الفصل يا مس، في الفصل أو الشهر الأول أخذته إنا وأخواتها، وفي الكتابة دخول حرف الجر اللام على الاسم المعرف بأل، وأيضا راجعكم الكتاب بأنواع الجموع وبالألف اللينة في أواخر الأفعال، وكمان أخذته علامات الترقيم. خلينا نراجع كل قاعدة بالتدريج مع بعض، وإن شاء الله بدي منكم همة عالية حتى تكون علاماتكم كمان عالية، لأن قواعدكم سهلة بس بدنا نركز فيها شوي لأنها جديدة عليكم إلى حد ما، تكونوا أخذتوها قبل بس بنضيف الشيء الجديد إن شاء الله مع بعض، تمام؟ إنا وأخواتها، لو سألتك أنا إنا وأخواتها لما أنت أخذتها خلال الفصل، إيش تعرفت عنها؟ أو شو أخذت عنها؟ أول شغلة عرفتها إنها هي عبارة عن حروف ناسخة يا مس. طيب هيك عرفت ان هي حروف ناسخة. طيب يا مس ايش يعني حروف ناسخة؟ انا مش عارف ايش يعني نسخ. هل نسخ يا مس هو نفسه الكتابة؟ اكيد لا. النسخ الشيء في اللغة اني انا اخذ منه الحكم الاصلي اللي موجود فيه واعطيه حكم تاني بدل اللي كان معه. كيف يعني؟ فرجينا بمثال. قبل ما ناخذ المثال، هي عبارة عن حروف ناسخة، حروف إن كلهم عددوا ليهم بشكل سريع. في عنا إن وأن كأن ليت لعل لكن. هاي أخوات إن عبارة عن حروف ناسخة. نفهم إيش يعني نسخ؟ طيب لما أنا أحكي مثلا الجو جميل، وأحكي في مثال تاني إن الجو جميل، تمام؟ هاي الجملتين هم نفسهم. بدك تحكي لي مس انت بس اضفتي انه، يعني ما عملتي اشي جديد. طيب بحكي لك ركز معي. لو سألتك بالبداية الجو جميل، ما نوع هذه الجملة؟ هي اسمية؟ هي فعلية؟ هي شبه جملة؟ تحكي لي مس ما فيها فعل، معناته هي مش فعلية. ما في حرف جر، معناته هي مش شبه جملة. ولا عندي ظرف، معناته هي مش شبه جملة. اذا هي شو نوعها؟ اسمية. برافو عليك. واخذت انه كل جملة اسمية يا مس ايش بدها؟ بدها مبتدأ وخبر. طب وين المبتدأ؟ المبتدأ هو الجو. شو خبرت عن هذا الجو؟ بانه جميل. اذا جميل عبارة عن خبر وهذا عبارة عن مبتدأ. طيب بدي اسألك سؤال تاني، انتبهت انه هذا عليه رفع وهاي كمان عليها رفع؟ يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع؟ يا مس انتبهت. اذا هاي جملة اسمية فيها مبتدأ وفيها خبر، المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع. طب يا مس انت ما حكيتي اشي جديد. تعال معي هلا شوف، خلينا ناخذ نفس هاي الجملة، هيها نحطها بالقوسين بس نمسك ان وندخلها عليها ونحكي ان الجو جميل. انتبه شو صار معنا. اللي كان مضموم هون شو صارت حركته فتحة، واللي كان مضموم هون ضل زي ما هو مضموم. إذا ما معنى النسخ؟ هي أنا غيرت الحكم الأصلي اللي كان موجود وأعطيته حكم تاني. يعني لما كان مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، المبتدأ هون صار ماله منصوب والخبر ضل على حاله. وشغلة تانية، بطل اسمه مبتدأ وخبر، صار اسم إن وخبر إن. اسم إن شو حركته يا مس؟ منصوب. طيب خبر إنه شو حركته؟ مرفوع. فهمنا يا شباب مع بعض إيش يعني نسخ وشو هي قاعدة إنه وأخواتها؟ بشكل سريع، إنه وأخواتها أي نوع من الجمل بتفوت؟ فاتت على جملة اسمية، تمام؟ اللي كان مبتدأ صار منصوب بدل ما بعد ما كان مرفوع، يعني صار منصوب، والخبر ضله مرفوع. بنسمي مسميات جديدة، اللي كان مبتدأ بسميه اسم إن، واللي كان خبر بسميه خبر إن. تمام يا مس؟ تمام. يعني باختصار مرة ثانية، إن وأخواتها اللي هم إن، أن، كأن، لكن، ليس، لعل، بحطهم بمسكهم بفوتهم على جملة اسمية، وأنا بعرف إنه كل جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. شو بساوي أنا في هاي الحالة؟ مجرد بدخلت أي واحدة من إن وأخواتها بخلي المبتدأ يصير منصوب والخبر بخليه مرفوع، بغير أسمائهم.
بنسخ أسماءهم، يعني بشيل الاسم الأصلي اللي كان موجود، بيصير اسم إن وخبر إن، اسمها منصوب وخبرها ماله، خبرها دائما مرفوع. طيب يا مس، هينا تعرفنا عليهم، الآن كيف بدي أعربهم؟ باجي مباشرة من حيث الإعراب، اسم إن بمسك وبحكي فيه مباشرة إنه هو اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، صح؟ باجي عجميل شو بحكي؟ خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فهمت يا مس؟ بكل سهولة. بس إذا هاي اللي عرفنا، مجرد ما دخلت إن وأخواتها على الجملة الإسمية، اللي كان مبتدأ صار اسمه اسم إن، واللي كان خبر صار خبر إن، الاسم منصوب والخبر مرفوع. لما بدي أعرف بمسك اسم إن وبحكي إنه هو اسم إن منصوب، شو علامة نصبه؟ الفتحة. بروح على الخبر، خبر إن مرفوع، شو علامة رفع الضمة؟ علم يا شباب؟ خلاص. طيب نيجي هلأ على أنواع إن وأخواتها، وكل واحدة شو معناها. إن وأن التنتين بفيدوا عنا شو؟ تأكيد ونصب. يعني بدي أكد لك هالكلام، إن رحمة الله واسعة مثلا، تمام؟ فإن وأن بفيدوا عندي التوكيد، كأن بتفيد التشبيه مثلا، كأن القمر دينار أو كأن النجم دينار، تمام؟ يعني كأن بتفيد عندنا التشبيه، ليت بتفيد عندي التمني، لعل تفيد الترجي. التمني يا مس والترجي في فرق ما بينهم، تمام؟ رح تعرفوا وتشاركوا معنا بالتعليقات. لكن بتفيد عندي الاستدراك، تمام يا مس؟ طيب إذا بشكل سريع مرة تانية للمرة الأخيرة عشان نطلع من قاعدة إن وأخواتها. الآن إن وأخواتها هم إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. اسمها منصوب، خبرها مرفوع، تحتاج لإسم، تحتاج لخبر، تدخل أي نوع من الجمل الإسمية. أعطيك مثال تحلل لي إياه. لما أحكي لك مثلا كأن الشمس، أو الشمس عفوا، كأن الشمس ساطعة. لما أحكي كأن الشمس ساطعة، الآن حدد لي الناسخ اللي موجود في الجملة. رح تحكي لي الناسخ هو كأن، هو من مين؟ من أخوات إن. إذا مباشرة بعرف إنه بده اسم، بده خبر. وين الاسم؟ الشمس اللي هو المنصوب. وين الخبر؟ الخبر إنها هي ساطعة. طب يعرب لي إياهم، رح تحكي لي هذا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه شو؟ الفتحة. طيب ممتاز. وهذا خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تمام؟ طب لو حكيت لك شيل لي كأن ورجع لي الجملة لأصلها، شو رح تحكي؟ هي كانت مبتدأ وهي كانت خبر يا مس، معناته المبتدأ والخبر شو مالهم؟ مرفوعات. فبحكي الشمس جميلة، أو ما لها، حكينا ساطعة، تمام؟ الشمس ساطعة. ما بنسى أحط الضم وتنوين الضم، تمام؟ ليش؟ لأني أنا رجعت هون لمبتدأ ورجعت لشو؟ لخبر. رجعنا للوضع الطبيعي. في أي مشكلة يا مس؟ لا ما في. إذن هون شو سوينا؟ عربناها زي ما هي عادي مع وجود كأن اللي هي من أخوات إنا. بعد هيك طلبت منك ترجع ليها للأصول، إنها ترجع إنا أو ترجع مبتدأ وخبر. مفهوم يا مس؟ مفهوم. إذن هاي هي قاعدة إن وأخواتها باختصار على اختلاف الحرف اللي أنا استخدمته. أي واحد منهم راح أستخدمه بدي أكون بنفس السياق، بدها اسم منصوب خبر مرفوع، تمام؟ وأحفظ كل واحدة شو بتفيد. إن، أن، توكيد، كأن، تشبيه، ليت، لعل، تمني، ترجي، لكن، استدراك، تمام؟ تمام. يلا نيجي الآن على القاعدة الثانية اللي هي موجودة عندكم، دخول حرف الجر اللام على الاسم المعرف بيال. طيب يا مس ذكريني بحروف الجر وذكريني بالاسم المعرف بيال لأني أنا ناسي. طيب تعال الآن، حروف الجر في اللغة هي عبارة عن شو؟ عبارة عن من، إلى، عن، وعلى، ولي، وبي، صح؟ وعنا في كمان من، إلى، عن، على، لي، بي، في حروف الجر، مظبوط؟ طيب هاي الحروف كلها أنا بس بدي أخذ منها اللام، ماشي؟
من كل هاي الحروف أنا بس بدي إيش؟ بس بدي اللام. شو بدي أعمل؟ قاعدة بتحكي لي لو قرأنا هذا المثال اللي قدامكم قبل ما نحكي بالقاعدة. المنزل، كلمة المنزل لما دخلت عليها حرف الجر اللام صارت للمنزل، صح؟ طب يمس مش كان في ألف هون؟ وين راحت هاي الألف؟ لما أنا دخلت حرف جر اللام انحذفت يا عيني عليك. إذا القاعدة باختصار بتحكي إنه تحذف همزة الوصل اللي موجودة عندنا طبعا، متى؟ إذا دخل على الاسم المعرف بال حرف الجر اللام، تمام، اللي هو اللام. لما دخلوا على اي اسم معرف بال بدي احذف همزه الوصل، ماشي، واخلي اللامتين مع بعض. يعني شو اللي صار في كلمه المنزل؟ شوف معي بطل، الان كانت كلمه المنزل هيك مكتوبه، صح؟ المنزل، ماشي. اجيت انا حطيت هاي اللام زائد المنزل، مظبوط، صح ولا لا؟ صح. هل بنفع احكي فيها مع اللام للمنزل مثلا؟ زي ما هي موجوده، مش احنا زدناهم زائد على بعض، بنفع اكتبها بهذه الطريقه؟ لا ما بنفع يا مس. اذا شو بساوي؟ حذفت الهمزه اللي موجوده هون، مسكت هذول اللامتين خليتهم مع بعضهم موجودين، فحكيت للمنزل، تمام. تعال انت اعطيني هلا لما بدي احكي ذهبت الى المكتبه مثلا، وحول لي كلمه ذهبت الى المكتبه او للمكتبه، عفوا، اني انا بدي اياها او خليها الى المكتبه، واحكي لك كلمه المكتبه هاي اللي موجوده هون ادخل عليها حرف الجر اللام وغير لي ما يلزم، ورجيني شو بده يطلع معك. شو بدك تحكي لي يا مس؟ انت حكيتي كلمه المكتبه هاي في لام، وعندي كلمة المكتبة ودي أدخل عليها حرف الجر اللام، صح؟ شو بدي أساوي؟ بدي أحذف همزة الوصل، خلي اللامين هدول مع بعض، إذا شو بدي تطلع عندي؟ للمكتبة، للمكتبة تي. وما بنسى أهم شغلة، أوعى تنساها إنك تحط الكسرة، ليش يا مس؟ ما هي اللام حرف جر، فما تنسى لما تدخلها على الاسم تجر الاسم اللي هي دخلت معه، مفهوم يا شباب؟ سهلة. إذا باختصار هاي هي قاعدة دخول حرف الجر اللام على الاسم المعرف بال، سهلة كتير 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 سهلة. عندي كلمة تعرفت بال بدي أدخل عليها حرف الجر اللام، شو بعمل؟ بحذف همزة الوصل اللي موجودة في ال، بخلي اللامتين تنتين مع بعض، ما بنسى أحط كسرة في آخر الاسم اللي أنا دخلت عليها حرف الجر، ماشي؟ يلا نروح على القاعدة اللي بعدها، أنواع الجموع. بدي إياكم تركزوا شوي منيح في هاي الأنواع، مش صعبة بس بدنا نركز حتى نعرف شو الفرق بينهم. الآن في عنا ثلاث أنواع للجموع، لكن قبل ذلك لو أنا سألتكم الكلمة من حيث العدد في اللغة لكم قسم تقسم من حيث عددها بس؟ يا مس هي مفرد وهي مثنى وهي جمع، ممتاز كلامك صح، هي مفرد وهي مثنى وهي جمع. المفرد بنعرف إنه بدل على عدد واحد بس، طب المثنى على اثنين أو تنتين، طيب الجمع يعني بدهم يكونوا ثلاثة وأكثر، يا عيني عليك. طيب هذا الجمع مرة بده يكون عندي لمؤنث، ومرة بدي أجمع لمذكر، ومرة بدي أجمع جمع تكسير، صح؟ صح يا مس. طيب تعالي على المؤنث السالم، احنا اتفقنا انه هو عبارة عن اسم، لاني عم بحكي عن جمع اكيد مش رح كان افعال، اذا هو اسم بدل على ثلاثة، لازم يكونوا ثلاثة واكثر من مين؟ بزيادة الف وتاء الى اخر مفرده، ماشي، بس احنا لمين بنحكي؟ للمؤنث العاقل أو المؤنث ماله غير العاقل أو غير العاقل عموما، تمام؟ بس في المجمل بنحكي للمؤنث العاقل وفي عندي إلى غير العاقل، تمام؟ هون غير عاقل والمؤنث العاقل. كيف بجمع يا مس جمع المؤنث السالم؟ بإضافة ألف وتاء إلى المفرد، زي مثال معلمة. ركز معي الآن لما أحكي معلمة وأحكي لك اجمع لي إياها جمع مؤنث سالم، القاعدة حكت لك إذا بدك تحط مؤنث سالم يعني بده يكون آخره ألف وتاء، صح؟ صح. طيب معلمة كيف بدك تجمعها؟ معلمات مباشرة، بس بتحذف هاي التاء المربوطة. طيب أعطيك مثال ثاني، لما أحكي بجملة رأيت
المعلمات. تمام. الآن راح تحكي لي مس انتي فاهمة شو كتبتي؟ لأنه رأيت فعل وفاعل المعلمات، ليش حطيتي عليها كسرة؟ احكي لك القاعدة بتحكي لي اني انا جمع المؤنث السالم بده يكون عندي مرفوع بالضمة لكنه منصوب ومجرور بالفتحة. فهمت علي؟ فهمنا يا مس. اذا المعلمات هي ايضا جمع مؤنث سالم لكنه منصوب بماذا؟ بالكسرة. تمام. طيب كيف بدي اعربه؟ مباشرة حسب الموقع اللي هو موجود فيه. اذا الان يا مس شو حكينا؟ بس حكينا عن جمع المؤنث السالم انها هي عبارة عن اسم بده يدل لي على ثلاثة واكثر من الاناث العاقل او غير العاقل. اخذنا عاقل زي معلمة، معلمات يعني عنده عقل بفهم. تمام. لكن لو اخذت غير عاقل، لو حكينا كلمة طاولة مثلا، هل طاولة عاقل؟ لا، بس فيها تاء مربوطة تدل انه الاسم مؤنث. لما بدي اجمعها بحكي طاولتين، ضفنا الف وتاء. تمام. تمام. الان من حيث الاعراب، جمع المؤنث السالم عندنا بده يكون مرفوع بالضمة لكنه منصوب ومجرور بماذا؟ بالكسرة. اوعى تنساها ابدا. ماشي بطل؟ طيب تعال اعرب لي اياها الان، وما انسى طبعا من حيث الاعراب اني انا حسب الموقع، حسب الموقع من الجملة. يعني ما لهاش هي احكي والله هاي دائما مبتدأ مرفوع، لا، حسب الموقع اللي اجت فيه انا بعرف. يعني هون ايش موقعها؟ حكينا فعل فاعل، معناته شو بدها تكون هاي؟ مفعول به، صح؟ او مفعول به لو كتبتها بالطريقتين صح. منصوب بالكسرة لانه ممنوع، لانه عفوا جمع مؤنث سالم، لانه جمع مؤنث سالم. فهمت علي؟ سهل. اذا بالاختصار مرة سريعة تانية، المؤنث السالم اسم بدل على مجموعة من الاناث، هيك يفترض انه يكون على اشي مؤنث، ثلاثة واكثر، عاقل غير عاقل، مرفوع بالضمة، منصوب مجرور بشو؟ بالفتحة، بالكسرة عفوا، لكن ممنوع من الصرف بالفتحة، بالكسرة. ولما انا بدي اعرب اي شيء خارج عن سياقه، انا متعود احكي انه هو مثلا منصوب بالفتحة، طالما طلعت عن السياق بس بفسر، بحكي لأنه جمع مؤنث سالم. ماشي. ما دون ذلك ما بفسر عادي، بعرف حسب الموقع الموجود فيه، مرفوع بالضمة بس، مجرور بالكسرة وبس، لكن طلع عن السياق معناته بدي احكي ليش. طيب هذا اول نوع من الجمع. نيجي على جمع المؤنث السالم ونشوف المذكر السالم. خلينا نغير لون جمع المذكر السالم عشان تميزوا معي وتصحصحوا منيح، وليكن خلينا ناخذ البرتقالي. يلا، جمع المذكر السالم، كل الجموع بدها تدل على ثلاثة وأكثر، اتفقنا هاي النقطة مفيش فيها مجال. طيب لكن كيف بدها تكون؟ بزيادة واو ونون أو ياء ونون على الكلمة المفردة، وما بجمع إلا مذكر عندي لازم يكون عاقل، مذكر عاقل. تمام. هون ما بنجمع إلا المذكر العاقل. طيب تعالوا معي نكمل، خليني أورجيكم كيف. الآن لو أعطيتكم مثلا كلمة معلم وأحكي لك هات لي جمع مذكر سالم، راح تحكي لي بيعناته يا راح أزيد واو ونون أو ياء ونون، يعني راح أحكي معلمون أو راح أحكي معلمين. طب يا مس متى أحكي معلمون متى أحكي معلمين؟ بحكي لك هو من ناحية الإعراب، بدي أنا أحط إذا كان في موقع رفع بالواو، إذا كان في موقع نصب وجر معناته راح أستخدم الياء. تمام. تمام. اعطيك مثال تاني، لما احكي لك مثلا طالب، او بلاش طالب، عالم، لو حكينا مدرس شو راح نحكي؟ مدرسون او مدرسين، صح؟ صح. طيب حكينا متى يمس احكي مدرسون، متى احط واو ونون ومتى احط ياء ونون؟ واو ونون اذا كان في موقع رفع، يعني اذا كان مبتدا، اذا كان خبر، اذا كان فاعل موقع رفع بحط واو ونون، موقع نصب او جر بحط ياء ونون. يعني لما بدي احكي مررت بالمعلمين،
رأيت المعلمين، تمام؟ وما أنسى إنه النون لجمع المذكر السالم مالها مفتوحة، حتى أفرقها عن نون المثنى اللي بتكون عندي مكسورة. إذا من ناحية الإعراب هو ماله يرفع بالواو، يعني بعربه بالحروف صح، وينصب ويجر بالياء. دائما بعربه أنا بالأحرف يامس، ولما بدي أعرب بفسر طبعا، لأنه مثلا جمع مذكر سالم مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، منصوب مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا. ماشي يامس؟ سهل كتير. طب أعطيك مثال تعرب ريا، لما أحكي لك نفس المثال اللي أخذناه هناك، رأيت المدرسين، المدرسين، وأحكي لك عرب للمدرسين، شو بدك تحكي لي فيها يا مس؟ أول إشي يا مس أنت حكيتي إن أنا رح أعربها حسب موقعها من الجملة، برافو عليك. طيب أنت شفت عندك فعل والتاء فاعل، إذن هاي شو بدها تكون؟ راح تكون يا مس مفعول به. طيب المفعول به ماله دائما منصوب، مش الأصل يكون منصوب بفتحة؟ آه يا مس، بس عندي ياء، شو أحكي؟ تحكي إنه هو منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، تمام؟ تمام. تعالي هلا يا بطل على جمع التكسير. هيك جمع المؤنث السالم خلص والمذكر السالم خلص، شو اللي بده يفرق لي هلا عن جمع التكسير؟ أو كيف بدي أميز؟ طيب هلا جمع التكسير بدل على ثلاثة فأكثر، ولكن إيش اللي بصير؟ أو ليش سميناه تكسير أصلا؟ لأنه البنية المفردة للكلمة تتكسر كلها لما أجي بدي أجمع. يعني لما أنا أعطيك مثال كلمة مفتاح وأحكي لك اجمع لي يا راح تحكي لي مش سهلة مفاتيح، شو بتحكي أنت فيش فيها صعوبة؟ طيب طلع لي مفتاح، شوف ترتيب الحروف ميم فاء تاء ألف حاء، هاي متى؟ بالمفرد. روح على جمعها، شو لقيته؟ ميم فاء ألف. طب التاء وين راحت يا مس؟ رجعت لورا، مفاتيح. اذا تكسر المفرد ولا ما تكسر؟ حسيته هيك تبعثر عن بعضه ولا لا؟ يا مس تبعثر. اذا جمع التكسير هو عبارة عن جمع تتكسر فيه البنية المفردة للكلمة لما بدي اجي اجمعها، تمام؟ طبعا في كتير كلمات بتدل على جمع التكسير، هو له نوعين، اما جمع قلة او جمع كثرة، ماشي؟ وين الكثرة؟ في عنا منتهى الجموع اللي هي عبارة عن ألف وبيجي بعدها حرفين أو ثلاث حروف، زي لما أحكي مفاتيح هاي الألف وراها كم حرف؟ ثلاث حروف صح؟ لما أحكي مسجد مساجد وراها كم حرف؟ حرفين. أو جموع القلة، زي لما أحكي مثلا أقلام، لما أحكي صبية، أنجم، أجنحة، تمام؟ هي كلها عبارة عن كلمات بتدل على جمع التكسير. طب يا مس أنا كيف أميز اللي قدامي جمع تكسير ولا مذكر سالم ولا مؤنث سالم؟ سهل كتير، تطلع على الكلمة، إذا كان آخرها واو نون ياء ونون وأنا أجمعها، زي لما أحكي مصابيح، إذا ما أحكي عفوا مدرسون ومدرسين ودلت لي على مذكر عاقل، معناته هي شو؟ هي جمع مذكر سالم. رجعت على كلمة آخرها ألف وتاء ودلت على مؤنث سالم، يعني على مؤنث عاقل أو غير عاقل، زي معلمة معلمات، طاولة طاولات، هي إيش؟ جمع مؤنث سالم. طب عندي كلمة بتدل على جمع زي مدارس مثلا، لا فيها ألف وتاء عشان أصنفها أنها مؤنث سالم، ولا فيها واو ونون أو ياء ونون عشان أصنفها أنها مذكر سالم، وين بحطها أو بخيرها؟ مباشرة بزت وين؟ على جمع التكسير، تمام؟ تمام. هيك خلصت أنواع الجموع بشكل سريع. المؤنث السالم بدل على ثلاثة فأكثر من المؤنث العاقل وغير العاقل، مختوم بألف وتاء، مرفوع بضم منصوب مجرور بالكسر. المذكر السالم ثلاثة وأكثر من الذكور، بنتهي بواو ونون أو ياء ونون، نون عليها فتحة حتى أميزها عن نون المثنى، مرفوع بالواو منصوب مجرور بالياء. أما جمع التكسير بدل على ثلاثة وأكثر، ولكن تتغير فيه البنية المفردة بتتكسر لما أنا بدي أجمعه، جمع تكسير. ننتقل للموضوع ما قبل الأخير اللي موجود عندكم، اللي هو الألف اللينة في أواخر الأفعال. طبعاً يا مس إحنا بنعرف إنه الألف اللينة في إلها شكلين صح؟ إما إنها تيجي عندي على هذا الشكل أو إنها تكون على شكل الألف المقصورة، تمام؟ مش أحسن من كلامك؟ طب مس أنا متى أكتبها هيك ومتى بدي أكتبها هيك في أواخر الأفعال؟
ساعديني. طيب أنا بكتبها بهذا الشكل، إذا رحت جبت المضارع وكان هذا المضارع مختوم بياء، وبكتبها ألف قائمة إذا رحت جبت المضارع وكان المضارع مختوم بواو. بس هاتي مثال نشوف. شوفوا لي رجاء، هاي هالموجودة قدامكم. رجاء، رجاء فعل ماضي صح، كتبناها الألف قائمة. طب ليش يمس قائمة؟ روح جيب المضارع يرجو، هاي الألف كان أصلها إيش؟ عبارة عن واو، ورجاء يرجو. طيب لما أحكي لك مثلا قضاء، ليش كتبناها ألف مقصورة؟ روح جيب المضارع يقضي صح، هاي المضارع انتهى بياء، إذن راح أكتبها شو؟ ألف مقصورة. طيب جرب معي لما أحكي لك مثلا سنة، وأترك لك إياها بدون ما تحط ألف، كيف بدك تعرف كيف شكل الألف؟ بدي أروح أجيب الفعل المضارع يمس اللي هو يسنو صح، الفعل المضارع هو يسنو، هاد انتهاء الفعل المضارع بالواو بدللي اني انا لازم احط الف قائمة هون. تمام؟ واضح؟ طيب لو اعطيك بكى مثلا، طبعا هاي الاشياء تطبق ثلاثي غير ثلاثي، بكى ليه كتبناها الف مقصورة؟ لانه يبكي المضارع فيها. ماشي يا مس؟ طيب طبعا كل الاسماء هذا بالنسبة للثلاثي أفعال أو أسماء، لكن أفعال وأسماء غير ثلاثية أنا مجرد ما أشوف زي كلمة موسيقى مثلا، طالما هي ما انتهت بياء الكلمة نفسها بدي أحط ألف قائمة. وصايا، طالما هي انتهت عندي بالياء بحط ألف إيش؟ المقصورة أو الممدودة بختار بينهم. تمام؟ لكن إذا كانت عندي هي أصلا فيها ياء ما بتبعها بألف مقصورة بعدها. تمام؟ يلا خليك معي هلأ، خلينا نشوف الأمثلة الموجودة عنا. طيب رجع حكينا أن أصلها يرجو. طب صفا، طالما كتبتها قائمة معناته هي كانت في مضارعها يمس فيها واو صح؟ آه يمس يصفو. طب رأى، هاي رأي، رح نرجع للجذر، رأي بلاقي فيه شو؟ ألف مقصورة، ولو بدي أخذ يرى برضو بلاقي أنها مقصورة. تمام؟ هاي صعب شوي عليكم. طب دعا، مضارعها يدعو، معناته الألف هاي انقلبت عندي عن واو. طب شكا، المضارع يشكو، معناته هاي الألف انقلبت عن واو. أوصى، المضارع يوصي صح، هاي الياء معناته انقلب عندي عن ياء. تمام؟ خلينا نحل التدريب هذا مع بعضنا يمس أنا وإنتو، ونشوف هل وصلتكم الفكرة ولا ما وصلت، وأنا متأكدة إنها هي إن شاء الله بإذن الله تعالى وصلت. طيب فراغ الله المؤمنين إلى عمل الخير، هدى ولا هدايا ولا هدى؟ أعطاني ثلاث أشكال أختار منهم واحدة، عشان أعرف الشكل هو مقصور ولا قائم بدي أجيب الفعل المضارع من هذا. شو هو؟ يهدي. طلعت يمس آخر ياء، معناته مباشرة يا بطل بدك تعرف أنها ألف مقصورة صح؟ ما باخذ هدايا، هدايا جذر، ابعد عن الياء، إحنا بدنا إياها شكلها مقصورة أو ممدودة. إذا الأولى هدى. تلا الطالب آيات من القرآن. طيب طلع، رح تكتب تلا قائمة ولا تلا مقصورة؟ طيب هاي من الأشياء اللي يعني في شوي خلاف بين العلماء عليها، بس أنت ركز إنك تروح تجيب المضارع. شو مضارع تلا؟ يتلو، مس في آخر واو، معناته هي شو؟ ألف قائمة، ممتاز. طيب جرى، فراغ الطفل في الحديقة. شوف جرى، شو مضارع جرى؟ يجري، طالما فيها معناته هي شو؟ ألف مقصورة، ممتاز. شوف آخر مثال معنا أو آخر سؤال، املأ الفراغ في كل ما يأتي بالشكل المناسب، بدي أختارها تكون مقصورة أو ممدودة. نفس المبدأ، يدنو، طالما هو أعطاني المضارع في واو معناته مباشرة تكون قائمة دنا. يحلو، حلا، سريعا، يقضي، قضى، ويجني، جنى. برافو عليك يا مس. هيك تقريبا خلصنا الجزء الأكبر من القاعدة الموجودة عندكم. نختتم آخر شيء في من علامات الترقيم اللي دائما بحط لكم إياهم طبعا، حتى تضل هيك ذاكرتكم منتعشة لما تكتب موضوعات التعبير، ما تخربطوا، ما تنسوا إنكم تحطوا كمان علامات الترقيم. تمام؟ طيب في عنا علامات ترقيم أنتوا أخذتوها خلال الفصل، أخذتوا علامة الاستفهام، أخذتوا علامة التعجب مثلا، أخذتوا النقطة، وأخذتوا الفاصلة والفاصلة المنقوطة، وبس انسوكم من هاي الشرطتين اللي هي للاعتراض، هاي لسه تاخدوها لاحقا. نركز ونشوف يا مس انا متى رح استخدم كل واحدة. لما احكي انا هل درست الدرس،
انا عم بطرح عليك سؤال صح؟ طيب لما انا احكي لك اياها وجه لوجه، هل درست الدرس؟ انت رح تفهم علي انها سؤال مزبوط؟ اه رح افهم. بس لو كتبت لك اياها مثلا بمسج زي ما انتم بتكتبوا لبعض على الواتساب، مسج صغير، هل درست الدرس وما كنتش حاطه لك علامه استفهام، او ما كنت حاطه اصلا علامه او اداه استفهام واحكي لك درست الدرس، يعني انت بتسالني ولا انت بتحكي لي بتخبرني صح؟ ما بنعرف. لكن وجود علامه الاستفهام لما احكي درست الدرس وحطيت انت، او درست الدرس وحطيت علامه استفهام، راح اعرف اني انا بوجه لك سؤال صح. اذا الاستفهام او هاي العلامه بستخدمها للاستفهام صح، اثناء طرح سؤال، طرح سؤال حتى اعرف جوابه. الاستفهام انا بطرح سؤال ما عندي جواب له، او ما عندي معرفه مسبقه بهذا الجواب اللي راح اسمعه، ولذلك انا بحط ايش؟ علامه الاستفهام، وبطرح عندي او بستخدم اسلوب الاستفهام. زي لما احكي مثلا ماذا اكلت البارحه، بحط علامه استفهام كبيره ماشي. طيب علامه التعجب لما احكي ما ازكى الطفله، ما اجمل السماء، ما اروع الجو، بتكون فيها انا في دهشه صح. اذا التعجب عندي بستخدمه للتعبير عن الدهشه. يا سلام عليك. اذا دائما لما بدي اعبر عن دهشه شو بعمل؟ بحط علامه استفهام بالنهايه. زي لما احكي ما اروع السماء ماشي، عفوا علامه التعجب. تمام، بستخدم علامة التعجب مباشرة، ودائما هاي الما بتكون عندي ما تعجبية، دائما بلحقها علامة التعجب. طيب علامة أو الفاصل، الفاصل يا مس احنا متى بنستخدمها؟ بكل سهولة الفاصلة بستخدمها لما أنا بذكر في أشياء ولسه بكمل 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 عليهم. لما أحكي مثلا ذهبت إلى السوق فاصلة، وإلى المكتبة فاصلة، وإلى المدرسة فاصلة، وإلى مثلا جارنا فاصلة، إلى آخره، لسه عم بعدد. لما أحكي مثلا في الدرج كتب فاصلة، وأقلام فاصلة، وممحى فاصلة، إلى آخره، يعني أنا لسه عم بعدد بذكر أشياء. إذا فاصلة بستخدمها لما أنا أكون ما أنهيت الإشي اللي أنا عم بحكيه، يا إما بدي أعدد أو أني لسه فكرتي ما انتهت. لما أخلص فكرتي شو بستخدم؟ النقطة. النقطة دائما بتكون عندي للنهايات، يعني أنا خلصت الإشي اللي بدي أحكيه مباشرة بحط إيش؟ نقطة. أما الفاصل المنقوطة وهي المهمة، متى بستخدمها؟ للتفسير والتوضيح، لما بدي أفسر إشي، لما أحكي لك لا تهمل واجباتك فاصلة منقوطة، لأنك إذا لم تدرس لن تنجح. ليه حطيت الفاصل المنقوطة؟ لأني أنا فسرت إشي للي قبل، أو علة أو سبب، بدي أوضح، بدي أفسر ليش أنا حكيت هيك، لأنه في نتيجة بين سبب ونتيجة. تمام؟ لما أنا أحكي لك مثلا أدرس جيدا فاصلة منقوطة لكي تنجح، بدي أعطيك سبب صح؟ أو أفسر لك شو سبب طلبي منك لهذا الطلب. وهيك إن شاء الله يمس بنكون أنهينا مع بعض القواعد المطلوبة منكم خلال مادة الشهر الأول. إن شاء الله هتكون صفكم تمام التمام. ضلت الفاصلة المنقوطة، أو على فكرة النقطتان الرئيسيتان، النقطتان الرئيسيتان هم عبارة عن إيش؟ بستخدمهم لما أنا بدي أحكي بعد قال، قال بحط نقطة رئيسية وبكمل، أو صرخ، نادى، صرح، سأل، أي شيء له علاقة بالقول ومشتقاته أو مجرياته بستخدم فيه علامة نقطة رئيسيتان. أو لما بدي أفصل الأشياء وأعددها، المرء بأصغريه، نقطة رئيسيتان قلبه ولسانه. تمام؟ تمام. إذا يا مس سريعة شو راجعنا مع بعض إحنا خلال مادة الشهر الأول؟ راجعنا إنا وأخواتها ل اختبار الشهر الأول، رجعنا إنا وأخواتها، قلنا عبارة عن إيش؟ إن، أن، ليت، لعل، لكن، كأن، وقلنا بتحتاج الاسم، تحتاج إلى خبر اسمها منصوب، خبرها مرفوع، بتدخل على الجمل الإسمية، دخول حرف الجر اللام على الاسم المعرف بأل. مجرد ما أنا أدخل حرف الجر اللام على الاسم المعرف بأل، يعني أنا بلزمني أن أحذف همزة الوصل، ما بنسى أحط كسرة للاسم اللي أنا دخلت عليه حرف جر اللام. أنواع الجمع حكينا: مؤنث سالم، مذكر سالم، تكسير مؤنث سالم، ثلاثة وأكثر من الإناث، العاقل وغير العاقل، مختوم بألف وتاء، مرفوع بضمة، منصوب مجرور بالكسرة. أما مذكر السالم بدل عندي على ثلاثة وأكثر من الذكور حصرا فقط،
تمام، مختوم بواو ونون او ياء ونون، متى واو ونون اذا كان في الرفع، ياء ونون اذا كان في النصب والجر، يرفع بالواو ينصب ويجر بشو بالياء، والنون فيه مفتوحه. جمع التكسير تتغير فيه البنيه المفرد للكلمه وهو ليس بمذكر سالم ولا بمؤنث سالم. كمان حكينا عن الالف المقصوره او الالف اللينه في اواخر الافعال، يا بتكون قائمة يا بتكون عندي مقصورة، بناء على شو أنا بقرر؟ بناء على المضارع، بجيب المضارع بعدين المضارع بيساعدني أحدد إذا كان المضارع مختوم بواو معناته هي كانت قائمة، إذا كان مختوم بياء معناته هي كانت مقصورة. وأنهينا بعلامات الترقيم، وإن شاء الله تكون علاماتكم كمان باختبار الشهر الأول جيدة وممتازة وتبسطكم إن شاء الله، وبتمنى تكون وصلتكم المعلومات اللي ممكن أنتوا هيك توهتوا عنها شوي خلال الفصل أو ما فهمتوها بشكل واضح. ودمتم بود، ألقاكم على خير إن شاء الله بأعلى العلامات والدرجات، ودمتم بحفظ الله.